حبوا انهم يجوا لفلسطين ويعني يطلعوا على ارض الواقع عن قرب ويلتقوا بالمؤسسات. 7 أيام صرنا تقريبا في كل المحافظات تقريبا زرناها، زرنا كل المؤسسات. يوم حافل وهذا يسعدنا بالتأكيد، يعني أن يأتي كل المسؤولين لكل محافظات الوطن بما فيها محافظة طول كرم للاطلاع على الهموم والمعوقات في إطار نفس السياسة التي تنتهجها السلطة الوطنية وتنتهجها الحكومة الفلسطينية للتواصل مع الميدان والالتساق بهموم المواطنين للبحث عن كل السبل الممكنة التي من شأنها توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن فلسطيني على طريق تحقيق الاستقلال الناجز والذي سيأتي قريبا رغم أنف الاحتلال إن شاء الله بفعل جهود شعبنا الفلسطيني وجهود القيادة الفلسطينية. ونحن على موعد إن شاء الله مع شهر أيلول واستحقاق الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بها إن شاء الله.